بما اننا بنتكلم عن الكورونا، خلينا مستمرين عن اخبار الكورونا. النهارده النائب جون طلعت اتكلم عن نقطه مهمه جدا في البرلمان، وهي صلاه الجمعه وعظات الاحد، لانه عارفين انه دي بيبقى فيها تجمعات كل يوم جمعه وكل يوم حد. كلام كتير اليومين دول حول بعض الطقوس في الكنائس وكمان عن صلاه الجمعه. لازم يكون في توعية وإرشاد للمصلين سواء كانوا مسلمين أو أقباط، لأنه كان من يومين وزير الأوقاف قال أنه مباح لمن يريد أن يصلي الجمعة في منزله خوفا من الكورونا. خلونا ناخد النائب جون طلعت يشرح لنا مقترحه. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير يا فندم. أهلا، برحب بحضرتك. أنا برحب بحضرتك. أول أنا بشكرك يعني على المداخلة. لا يعني احنا انا بشكر وزاره الصحه على المجهود الجبار اللي بتقوم بيه خلال الفتره اللي فاتت لمواجهه الشائعات والفيروس بشكل كبير قوي، والمجهودات الدوله المصريه كلها. نعم، وانا بشكر حضرتك سياده النائب برضو على هذا المقترح، لانه انا عايزاك انت اللي تشرحه بقى يعني. بالظبط، هو المقترح باختصار يعني ان في دور مجتمعي مهم جدا، زي ما احنا اتربينا زمان ان الوقايه خير من العلاج. نعم. فاحنا النهارده مطلوب مننا كلنا ان احنا يبقى عندنا المبادئ الاساسيه للوقايه، ان احنا نبتدي ننشر الوعي ده ما بين الناس. ايوه. انسب مكانين نقدر ننشر بيهم الوعي بيبقى موجود فيهم تجمع، ونقدر نشرح بيهم الناس غير السوشيال ميديا او الناس اللي بتابع السوشيال ميديا او بتابع التلفزيون، بيبقى الكنيسه والجامع. نعم. النهارده عندنا صلاه الجمعه في الجوامع، فيبقى في الخطبه بتتكلم عن نشر الشائعات، ان احنا ما ننشرش الشائعات وان احنا نروج لحاجات مش صحيحه عن بلدنا. نعم. والحاجه الثانيه ازاي نبقى عندنا وقايه من فيروس من فيروس الكورونا، ازاي احنا بنحافظ على نفسنا من ده. ونفس الكلام برضو يبقى موجود في القداسات يوم الجمعه والحد، يبقى في تنبيه على الناس ويبقى في توعيه للموضوع ده. وبرضو قلت ان يبقى في المدارس يبقى في حصه بنتكلم فيها كل الطلبه ان ازاي يبقى عندهم الوقايه من الفيروس. تمام. مش الفيروس بس، يعني من اي فيروس، ان احنا مجرد نغسل ايدينا، نستخدم المناديل المبلله او نستخدم المناديل العاديه في حاله العطس، ان احنا نبعد بعيد عن اللمس الاشياء. ففي حاجات يعني اساسيه لينا احنا لو احنا عملناها هنحد من انتشار اي فيروس موجود. يعني حضرتك شايف استجابة الناس سواء مسلمين أو أقباط لمقترح حضرتك هيكون إيه؟ هل استجابة يعني عالية وإيجابية؟ أنا شايف استجابة المصريين هتبقى استجابة عالية جدا. إحنا المصريين كلنا بنحب البلد، هنخاف عليها، مش هنمشي ورا الإشاعات، نفس الوقت إحنا هنحافظ على نفسنا. نعم. عن طريق الوقاية يعني. وده دور بذلات دولة بشكل كويس، ودور بقى على المجتمع المدني والمؤسسات الدينية. حضرتك طلبت انه يكون في الكنائس يعني تكون في طقوس معينة حضرتك حذرت منها، وده هيكون تعليق جزئي على ما اعتقد في مقترح حضرتك يعني. لا لا لا، ما كانش في اي حاجة بتطرح بخصوص الموضوع ده، ان هي الكنيسة اوريدي واخدة التدابير اللازمة خلال الفترة اللي فاتت، ونزلت بيانات رسمية ان هي ازاي تحافظ على الطقوس وفي نفس الوقت ان هي يبقى ما فيش حاجه لانتشار الفيروس. تمام، بشكر حضرتك. بشكر حضرتك النائب جون طلعت على هذا المقترح. ومعايا كمان سياده النائب استاذ محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن. مساء الخير يا فندم. سياده النائب مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني برضو حضرتك كان ليك مقترح في مواجهة كورونا، قوله لي بقى. هو انا كنت بتكلم بشكل اساسي عن موسم الحج. حضرتك عارفة انه المملكة العربية السعودية كانت علقت او وقفت تأشيرات العمرة. صحيح. في المملكة. وبعدين مؤخرا تقريبا النهاردة طلع قرار كمان بمنع العمرة حتى للمقيمين على الأراضي السعودية، نظرا لفكرة انتشار الفيروس، وإنه إلى الآن مفيش لا تطعيم ولا علاج لي بشكل قطعي يعني. فأنا كنت بقول إنه لو الوضع فضل على ما هو عليه، بمعنى إنه ما قدرناش نوصل لتطعيم، ما قدرناش نوصل
علاج للفيروس. نعم. وفي نفس الوقت معدلات الانتشار بتاعته استمرت على ما هي عليه. فأنا كنت بتكلم إنه موسم الحج من الممكن جدا إنه يتم تعليق الحج في هذا العام. وعندنا سوابق في تاريخ الإسلام تقريبا يمكن قرب 40 مرة ولا حاجة كان حصل إن تم تعليق موسم الحج لأسباب كلها ليها علاقة بالحفاظ على النفس. كان في انتشار الكوليرا وكان في ايوه. حضرتك تعلمي انه الحفاظ على النفس احد المقاصد الخمسه الاساسيه للاسلام، الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على العقل والحفاظ على المال والحفاظ على العرض. وعندنا ايه في القران في سوره البقره الايه 195 اللي هي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. نعم. الايه بتتكلم بشكل اساسي عن انه الانسان لا يعرض نفسه لما يؤدي إلى التهلكة. وإن كان الآية كانت جاءت في سياق الكلام عن النفقة والإنفاق في سبيل الله، لكن العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ مش بخصوص السبب، وبالتالي يحمل النص في الآية على أنه كل ما يؤدي إلى التهلكة الإنسان مأمور أنه لا يلقي بيده فيه. ومن وجهة نظري لما ربنا قال أنه الحج مرهون بالاستطاعة، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، إذا كان هيبقى فيه احتمال يعني يقيني لانتشار المرض، وخاصة أنه موسم الحج كما تعلمي حضرتك بيتجمع فيه المسلمين من كل مكان في الأرض، مش بس من دول عربية ولا من وإنما من كل العالم. فطبعا هذا التجمع مع وجود الفيروس، إذا كان من هنا لغاية موسم الحج مفيش علاج تم اكتشافه ليه او مفيش تطعيم تم اكتشافه ليه، فمن وجهة نظري انه يعني الاولى انه يتم تعليق موسم الحج. وانا في الحقيقة وجهة نظري يعني انه المؤسسات الدينية لازم تبادر بده. نعم. يعني انا سمعت حضرتك بتتكلمي عن فضيلة وزير الاوقاف وهو بيقول انه يجوز اذا كان الانسان خايف على نفسه او في مكان ممكن يعني يبقى فيه عرضه المرض او كده انه حتى الصلوات يصليها في بيته. وزير الاوقاف قال تصريحات في هذا الاتجاه يعني. فانا متهيالي ان المؤسسات الدينيه في بلدنا هيئه كبار العلماء ودار الافتاء المصريه ومجمع البحوث الاسلاميه يعني هم نفسهم المفروض يبادروا بده، انه اذا استمر الحال على ما هو عليه واستمر عدم وجود علاج لهذا الفيروس فمن الممكن تعليق موسم الحج. وانا متوقع ان المملكه العربيه السعوديه نفسها هتعمل كده، لان حضرتك يا سياده النائب هتتقدم بهذا المقترح للمؤسسات الدينيه؟ لا، انا المؤسسات الدينيه مؤسسه الازهر حضرتك عارفه انها مؤسسه مستقله، لكن انا هتكلم مع الحكومه. نعم. انا هقدم هذا كاقتراح برغبه للحكومه المصريه، رئيس الوزراء والوزارات المعنيه، وزاره السياحه، بانه اذا يعني استمر الحال بالمنطق اللي انا حكيته لحضرتك ده. وانا في الحقيقه عامل مذكره كاتب فيها الحيثيات وذاكر فيها انه ده ما هوش شيء جديد في تاريخ الاسلام، وان لما بيحصل ان يبقى فيه مخاطر معينه ممكن الاشخاص يتعرضوا لها، يعني كلمه من استطاع اليه سبيلا مش بس فكره القدره الماليه، وانما داخل فيها كمان القدرة البدنية، وداخل فيها كمان سلامة النفس وما شابه يعني. وبالتالي هذا الفيروس إذا استمر من وجهة نظري بيبقى شرط الاستطاعة ما هوش موجود. بشكر حضرتك سيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، ويعني إحنا كلنا الثقة أنه أكيد الحكومة المصرية أو الدولة المصرية هتتخذ كل الإجراءات اللازمة لكافة المصريين لمواجهة الخطر، في النهاية هيكون في مصلحة المصريين.